بسم الله الرحمن الرحيم. علشان تتكلم في الكوره بمصر لازم تكون حاجه من الاثنين، يا تختار انك تطبل لحد، يا تختار انك تتكلم بالمنطق وبالعقل، وتختار ان انت مفيش حد هيسمعك كتير، وتختار ان انت الناس كلها تشتمك، وتختار الناس كلها تقول لك يا ابني تبع مين، انت اهلاوي ولا زملكاوي ولا دينا بالنسبه لك عامله ازاي؟ يعني انا ممكن اقسم لك من هنا للصبح ان انا مشجع النادي الاهلي، وشجع النادي الاهلي من 2002 ايام القحط، وايام ما كنا بنخسر من انبي سيد عبد النعيم، وكنا بنخسر الدوري، وكانت ايام معنا بقى ربنا. فمش هاجي دلوقتي واقول لك لا والله اصل يا ابني محايد، وانا لا مش محايد، انا مشجع اهلاوي. فلو انت متقبل الحقيقه دي ممكن تعمل لايك او ممكن تعمل سبسكرايب. اما لو انت شايف ان انا لازم اطبل محمود كهربا علشان خاطر اثبت ولائي وانتمائي ليك ان انا اهلاوي، فلا يا معلم الف شكر ليك من البدايه كده، علشان خاطر انا بتفرج على كوره بقالي 17 سنه في حياتي. انا بصراحه عمري في حياتي ما شفت ان في حد ممكن يبوظ مراسم احتفال او كرنفال تتويج لاي نادي في العالم بالدوري، الا مثلا لما شفت ان كهربا طالع في المنصه بيسلم على مؤمن زكريا، زميله بقى بيسلم عليه. طب هو زميلك ده ما بتسلمش عليه بقالك شهرين ولا شهر ونص، ولا هو حبك بس ان انت تسلم عليه اول ما في كاميرات واقفه قدامك؟ وانت اول ما بتشوف الكاميرات كلها بتكتشف ان ده مؤمن زكريا صاحبي وزميلي وشقي. هو ما كانش صاحبك وزميلك كل طول ما هو ما كان قاعد في البيت وكان بعيد عن الاضواء، ولا احلامه دلوقتي بقى فيه سكر عشان خاطر فيه كاميرات؟ لا انا انتقد محمد فضل اللي هو مفترض ان الراجل بيحافظ على البروتوكول بما انه ممثل لجنه الخماسيه، بس هو غلط برضه تاني. ما عرفش يتعامل مع كهربا، كهربا كان تعامله معاه زي الزفت. يعني واحد بيشد ايدك مثلا نقول له معلش ما سلمتش عليك، نسيت ان انا اسلم عليك، انما لا اوعى ما تمسكش ايدي كده، والتاني يزق فيه وده يزق فيه، ونطلع بقى بعد المباراه نسيب ام الاحتفال ونسيب المباراه ونسيب تتويج النادي الاهلي بالدوري اسف، وال 33 ماتش اللي احنا قعدنا نتنفخ فيهم علشان خاطر نطلب البطوله. لا احنا اهم حاجه كهربا وفضل. ايه اللي فضل عمله ده؟ ايه اللي كهربا عمله ده؟ نسينا ام الدوري اللي احنا تعبانين فيه، واللعيبه المدربين منفوخين بسببه، خلاص بقى راح الدوري. بقى في حاجه مهمه، كهربا وفضل. وايه ده كهربا هيستبعدوه من المنتخب علشان خاطر مشكله فضل؟ اللي هو كهربا لعب كام ماتش عشان يروح المنتخب اساسا؟ يعني كابتن حسام البدري عنده مشكله في التعامل مع الونش، احسن مدرب في مصر، ومش عايز ياخده معاه منتخب. تخيل بقى ياخد كهربا عشان لعب ماتشين ثلاثه، ايه يا راجل الالحاد اللي انت بتفكر فيه ده؟ ولا ايه ان النادي الاهلي بيقول لك لا هنشتكي محمد فضل؟ والله كهربا اكد لنا ان هو كان بيرد على فضل باحترام، وكابتن محمد فضل كان هيشكو كهربا للجنه الانضباط. وما نعرفش الحق راح فين، مفترض ان الحق يكون فيه منظومه ثابته ويكون في ثوابت بنتعامل فيها في المواقف دي، بس احنا في دوله اشمعنى؟ واحنا عندنا في مصر ايه؟ شوفوا اللي حصل مع شيكابالا بعد السوبر، شوفوا اللي حصل مع مش عارف مين فين، وشوفوا اللي حصل بعد كده فين، وتلاقي الحق في النص راح، علشان خاطر عندنا ناس متعوده ان هي تتكلم في اشمعنى، وكل يوم عليهم طول ما احنا ماشيين باشمعنى دي هنفضل طول عمرنا نشوف حاجات عمرنا ما شفناها، حاجات لا اخلاقيه، حاجات تعامل فيها سيء وزي الزفت، كله بس علشان خاطر الشو، وعلشان خاطر حضرتك تكون عندك يقين كده ان يعني النادي الاهلي بيتحارب وكهرباء عايزين يشطبوه والكلام ده. مع اني هرجع اكررها لك تاني، احنا نادي الدوله، احنا النادي الاكبر في مصر، صعب جدا يكون حد بيحاربنا، لان اساسا ما فيش حد عنده قدره ان هو يحارب النادي الاهلي. فسيبك من كلام الوهم ده وفكر كده بعقلك وبالمنطق، هل اللي انت شفته مع محمود عبد المنعم كهربا ومحمد فضل في مفترض لحظات تتويج النادي الاهلي باللقب بال 42 ليه عمرك شفته في حياتك قبل كده ولا لا؟ ده اللي انت محتاج تساله نفسك. كهربا بقى غلطان، محمد فضل مش غلطان، الاثنين غلطانين، ده بيزيد، ده بيدور على كاميرات، ده بيعمل، ده بيسوي، وهي مشكله. مشكلة مفترض ان احنا نقف فيها مع الحق، بس الحق فين؟ اقول لك الحق ضاع. انا الحق بالنسبة لي ان انا كهربا اللي غلطان، انت بقى الحق بالنسبة لك ان انا والله انا الحق بالنسبة لي ان كهربا اللي غلطان. الحق بالنسبة لك انت بقى الله اعلم بيك، ده رايك وانت حر فيه. انا زي ما قلت لك انا طلعت ان انا اقول الكلام اللي انا عايز اقوله، وانت بقى عايز تقول ايه؟ ممكن مش تخسر حاجه لو قلت رايك في الكومنتات، وكمان مش تخسر اي حاجه لو كلمت بالعقل وبالمنطق. انا ما باخدش فلوس من حد، ما بطبلش لاي حد، انا كل اللي انا بقوله طز في المنظومه بال 60 كلب دي كلها.